النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتين أحب إلى هذا من بقية دنياكم. الحديث رواه الإمام الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. يعني الرجل دي كان مسلم والنبي عليه الصلاة والسلام مر على القبر بتاعه، فبيسأل الصحابة: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان ابن فلان يا رسول الله. تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام قال ركعتين خيرا لهذا لصاحب هذا القبر من بقية دنياكم، يعني ثواب الركعتين ده هماني خير من الدنيا وما فيها. فما ظنكم بقى يا اخوانا اللي ما بيصليش؟ يا خبر ابيض، ده العلماء اختلفوا فيه. فريق من العلماء كفروا خالص قالوا مش مسلم، وفريق من العلماء قالوا فاسق. يعني تخيلوا، عشان في احاديث بتقول اللي هو مش مسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. وحديث اخر صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين الكفر الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يعني احاديث كتير، يعني تخيلوا اللي يترك صلاة واحدة ذمة ربنا بيبقى بريء منه. اما راجل زي ده يعني توفاه الله وركعتين، يعني ركعتين سنه كمان ثوابهم خير من الدنيا وما فيها. طب ثواب بقى الفريضه ايه اللي الناس بتفرط فيها؟ فخلي بالكوا يا اخوانا، الموضوع ده خطير جدا. والله اعلى.